والوسائل لها أحكام المقاصد حكما وفضلا. الوسائل لها أحكام المقاصد حكما وفضلا، والتوابع لها أحكام المقاصد فضلا. وأمثل لكم، صلاة الجماعة للرجل مقصد، مشيه إلى صلاة الجماعة وسيلة، عودته من صلاة الجماعة لاحق تابع من التوابع، فمشيه إلى صلاة الجماعة مع القدرة واجب حكما وله فضل الواجب، ورجوعه من المسجد إلى البيت لا نقول إنه واجب، يمكن أن يرجع إلى البيت أو أن يرجع إلى غير البيت، ويمكن أن يبقى في المسجد، لكنه له حكم المقصد فضلا، فهو يكتب له أجر الصلاة حتى يدخل بيته، يكتب له أجر الصلاة حتى يدخل بيته، فالتابع له حكم المقصد فضلا.